تابعين حلقتنا بيسعدني استقبل دكتور نبيه شمس. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. حضرتك اخصائي امراض وجراحه العين، واليوم رح نحكي عن موضوع نادر ما بنحكي عنه بس هو مهم، هو التهاب عنقبه العين. قبل ما نفوت على هالموضوع المهم، خلينا نحكي العين بشكل عام من شو مؤلفه تنفوت على عنبه العين ونعرف عن دورها اكثر. دائما بنحكي بالمقابلات عن المي الزرقاء، عن جراحه النظر التصحيحيه، بس موضوع التهاب عنبه العين اللي هي يوفيايتس ما بنتطرق لها لانها مثل نادره، اضافه انه هي مهمه كثير لازم نحكي عنها. اليوفيا هي عبارة عن الطبقة المتوسطة من جدار العين. جدار العين مؤلف من البياض السكليرا، اليوفيا اللي هي الطبقة المتوسطة، بيرجع شبكة العين اللي هي الريتينا اللي هي بالداخل. اليوفيا هي عبارة عن نسيج مسؤول عن تروية الشبكة، تعطي تغذية دموية للشبكة، إضافة لشيء اسمه أكوموديشن بتركز الضوء على الشبكة. يعني إحنا لما نتطلع عن قريب اليوفيا الايريس اللي هي قزحيه العين بتعمل كونتراكشن لتقدر تفوكس الضوء على الريتينا، هيدي دورة الوظيفه لليوفيا، اليوفيا او عنبه العين بالعربي. اذا صار في التهاب على هيدي الطبقه المتوسطه بنسميها يوفيايتس. شو بيشكي المريض؟ اذا بدك تشرح لنا على الصوره اي هي اليوفيا. اليوفيا هي الطبقه المتوسطه هيدي الحمراء اللي بالاحمر، مبلشه من قزحيه العين اللي بتعطي لون العين للحلقه اللي هي حلقه عضليه بتربط عدسه العين، اضافه للخلف تحت الشبكه بتصير لتغذي الشبكه. شو الدور لها؟ مثل ما قلنا لانها هي تحت الشبكه بتقدر تعطي ترويه دمويه للشبكه، اضافه للكونتراكشن لتقدر تعمل فوكس للايمج على الريتينا، على شبكة العين لنقدر نشوف بشكل واضح. إذا التهبت هيدي الطبقة المتوسطة بتعمل يوفيايتس. شو أسباب التهابها؟ بتلتهب نتيجة أسباب كثيرة، منها العدوى، ممكن يكون في عنا فيروس بيؤدي لالتهاب بهيدي الطبقة المتوسطة، والفيروس ممكن نلقطه بشكل موجود بالطبيعة. يعني أكيد المناعة هون بتلعب دور، إذا كانت مناعة الشخص جيدة ما بيقدر يتغلب الفيروس ويدخل على قلب العين. من الأسباب المهمة إن هي الأوتو إميون ديزيز، يعني الأمراض المناعية الذاتية. المناعة بتكون منيحة بس لسبب معين بتهاجم هيدي الطبقة المتوسطة، بتعتبرها جسم أضعف. غريب بتعتبرها جسم غريب كأنه فيروس. أوكي. نتيجة خلل مناعي بتصير تهاجمها بالأنتي بوديز، بتعمل إنفلاميشن والتهاب بقلبها لهيدي الطبقة. شو الأعراض؟ شو بيحس المريض؟ بيشكي المريض من ألم بالعين، إحمرار بالعين، ممكن بس يشكي من إحمرار بالعين مع ألم بالعين. نعم. مثل ما عم نشوف العين بتصير حمراء، هون لازم نفرقها عن التهابات ملتحمة العين الكونجونكتيفايتس. أوقات الإنسان بيفكر إنه في كلمة بالعامية كتير بيقولوها سفقة هواء، بحس إنه الهواء خبط بعينه وعملت هيدا الشيء. أكيد إحمرار بالعين مع ألم بالعين مع فوتوفوبيا، يعني انزعاج من الضوء، ما في يتحمل الضوء. هاو يعني اليوفيا ملتهبة. صح. هلا هي هاو العوارض. هلا هو العوارض بيشتركوا مع أمراض تانية، بس لما يجتمعوا مع بعض لازم نقول إنه ما فيه عنده يوفيايتس كرمال ما يأثر على النظر، لأنه التشخيص البكير باليوفيايتس كتير مهم. إذا تأخرنا عن التشخيص بنوصل لمرحلة متقدمة ممكن يؤدي لفقدان البصر. طيب صار عندنا هالعوارض هدول، حكينا مع الطبيب، اذا تاخرنا قد ايه الانسان، يعني اذا تاخر ممكن يصير عندنا ضرر يمكن لا يعالج، قد ايه وقت؟ هلا اليوفيايتس الى انواع، في عندنا انتيريور يوفيايتس يعني التهاب امامي، يعني بتكون بس محصور الالتهاب بقزحيه العين وبالحلقه اللي بتعطي الاكوموديشن. هون علاجها بالقطرات، إذا تشخصت بكير تعطي نتيجة حلوة بالعلاج، بطل عنده المريض أي أعراض التهابية. هون العلاج بيكون بالقطرات العينية، غالبا ما بنستخدم كورتيزون بالقطرات لالتهاب لليوفيايتس، علاجها بالكورتيزون.
هلا في اليوفيايتس البوستيريور يعني من الخلف اعمق بالعين، اكيد هيدي اخطر لان صار الالتهاب ممكن ينتقل على شبكه العين، وهون كمان العلاج ممكن يكون بالاطراف العينيه، وممكن نوصل للحبوب الفمويه الاورال تابلتس لنعالج. وفي ناس بنعطيهم امينو سوبريسنت، يعني ممكن نلجا لمعدلات المناعه. مثل ما قلنا في عنا اوتو اميون ديزيز، السبب هو المناعه اللي عم تهاجم هيدي اليوفيا نتيجه خلل معين، ممكن نعدل المناعه ونجي نقلها للمناعه ستوب، ما تقربي على هيدا المكان اللي لازم يضله سليم. وفينا نقول انه يعني هالنوع من الالتهابات في طاول اي عمر، صح؟ لانه فيكون ناتج عن فيروس بمعظم الوقت، مش هيك؟ مظبوط، ممكن يطال باي عمر، بنشوفها عند الشباب اوقات، نادرا ما بنشوفها عند الاطفال، بنشوفها عند الشباب للاعمار المتقدمه. اكيد كل نوع له سبب، الاسباب بتتراوح بين مناعيه ذاتيه مثل ما قلنا اوتو اميون، وعدوى اللي ممكن تكون مثلا الهربس، اذا سامع بالهربس انه بيصيب مناطق مختلفه بالجسم ممكن يصيب اليوفيا اللي عم نحكي عنه. طيب كيف الانسان بيعزز مناعه العين؟ هلا التغذيه السليمه اكيد يكون عم ياكل وجبات منتظمه اكيد بتعزز المناعه بالجسم ككل. هون المشكله مش بضعف المناعه، المشكله بالخلل المناعي ديزوردر، بيخلي الجسم يتعرف على اليوفيا كانها هي جسم غريب بس هي من جسمه. مشان هيك المناعه بتكون عاده منيحه، الا بحالات الهربس ان هي لما المناعه تقشط بيصير يتغلب الفيروس الهربس، ممكن ينتقل لداخل العين ويعمل بنسميها شيء اسمه هيربتيك يوفيايتس، يعني التهاب باليوفيا نتيجه الهربس ان هو فيروس موجود بالطبيعه والمناعه بتوقفه. نعم دكتور، يعني العنايه بالعين امر كثير كثير مهم، لانه كل جزء فيها هو جزء كثير حساس، غير انه وظيفتها يعني حيويه، صعب كثير يعني الواحد يتخيل حاله من دون نعمه النظر. صحيح. يعني اذا بدنا نحكي نوسع الموضوع اكثر، نحكي عن اشياء يوميه ممكن تحمي العين من اضرار نحن ما بنعرف انه لها هالقد تاثير كبير على العين. أكثر شيء هلأ عم نشوفه بالعيادات هو إجهاد العين، يعني تعب العين بنسميها أستينوبيا. بيجي المريض عنده تعب بالعين، بيقول لك عندي هدك، وجع راس، وجع بالعيون، عم بغبش عن قريب. هون أكثر الأسباب هي تعب بالعين، يعني نتيجة خصوصاً الأشياء القريبة، لما نطلع على الأشياء قريبة مثل التليفون. التليفون لفترة طويلة ساعات بيخلي يصير في عنا إجهاد بعضلات العين الداخلية، وهون بيصير يشتكي المريض من صداع، ألم بالرأس، ألم بالعين، تعب. أوقات بيصير يقول أنه ضايج، ضيق خلقه، ما بيكون عم بيعرف شو السبب. السبب هو تعب بالعيون المستمر خلال النهار. كرمال هيك بننصح المشاهدين أنه يعملوا فترات بريك، يطولوا فترات البريك، يعني مثلا كل 20 دقيقة، كل 20 دقيقة. في الرول أوف 20 بأمريكا بيستخدموها، إن هي كل 20 دقيقة بيطلع 20 ثانية لمسافة 20 قدم. نعم. رول أوف 20 بتساعدك كتير إنه تريح عضلات عينك. النوم قد إيه له تأثير على الموضوع؟ مش أقل من 6 ساعات، 6 إلى 8 ساعات هو الوقت الكافي، 8 ساعات الوقت جيد للإنسان يرتاح بما فيهن العيون. العين بتكون طبعا ارتاحت بالنوم، اكيد، يعني هذا شيء اساسي كمان لحمايتها من كل هالضوء ومن كل هالاشعاعات ومن كل كمان ستريس. التركيز والستريس يعني العين بتشتغل كل الوقت 100%. يعني. طيب دكتور، بالنسبه لاشعه الشمس كمان اليوم صيف، والناس حتى بسياراتها بعتقد لازم تكون حاطه عوينات الشمس، مش هيك؟ هذا موضوع ما بننتبه له، يمكن بنحطها بس نكون عم نتعرض كثير للشمس او بس نروح على البحر، بس كمان اهميه حمايه العين حتى بقلب السياره، مش هيك؟ صح. اليوفي لايت، الاشعه ما فوق البنفسجيه، بتطلع من الشمس بتاثر على شبكه العين، بتعمل شيء اسمه ريتينال ستريس،
تعمل جهد على الريتنا، على شبكة العين، إضافة أنه بتسرع من ظهور المي الزرقاء. المي الزرقاء اللي بنسميها الكاتاراكت، الغباشة بعدسة العين لازم تكون صافية، بتصير تغبش من وراء اليوفي لايت. من أهم أسباب المي الزرقاء هو التعرض المستمر لليوفي لايت. كرمال هيك الصن جلاسز كتير مهمة، لو ما كنا على البحر، لو كنا عم نسوق السيارة، لأنه منحمي منعمل بلوك لليوفي لايت اللي عم بتفوت بشكل مستمر على الشبكة. نعم دكتور، في شيء بتحب تضيفه بختام لقائنا؟ بنصح المشاهدين أي ألم بالعين، أي احمرار بالعين، غباش بالعين، لازم يراجع طبيبه كرمال ما تكون الأمور راح أوانا، لازم التشخيص البكير للعلاج البكير. دكتور نبيه شمس، أهلا وسهلا فيك معنا بإلايف، وشكرا كثير على المعلومات اللي قدمت لنا إياها. نحن رح نتابع حلقتنا، خليكم معنا.